طيب عايزين نعرف برضو أكتر عن تفاصيل إصابة الشناوي، ومين هيكون الأقرب لخلافته في المباريات الجاية؟ هل هيكون أبو جبل؟ الإصابة هل مؤثرة عليه بشكل كبير ولا لأ؟ خلينا طبعا نتمنى له السلامه والشفاء. هو اولا أكيد الاصابه المبدئيه او الاشعه المبدئيه اللي طلعت خلع في الكتف، وان كان بعض التقارير الطبيه الاخرى وتحديدا دكتور اشرف محرم لما اتكلم قال ان ربما مع الخلع ده يكون في كسر، بس ده هيتضح اكثر او هيظهر اكثر بعد سفر اللاعب ووصوله اليوم الحمد لله الى المانيا للخضوع بقى لاحد الاطباء المتخصصين في القصه دي. اتخيل ان غياب محمد الشناوي هيبقى من 3 شهور فما يزيد. احنا عارفين ان الشناوي عنده من الاصرار والعزيمه اللي يخليه في التاهيل يحاول يسرع شويه من رتم العوده، بس احنا نتمنى له بس الاول الشفاء ويرجع ان شاء الله بسلامه الله. وهنشوف بقى الدكتور في المانيا هيحدد بالظبط مده العلاج او بروتوكول العلاج اللي بيحدده. اعتقد مش هتقل من 3 إلى 4 شهور هيغيب محمد الشناوي. بخصوص البديل بتاعه، طبعا احنا شفنا اخر دقيقه لعبها محمد ابو جبل ونزوله كبديل. انا شايف ان كان ترتيب حراسه المرمى اللي احنا متوقعينه او شايفينه ما قبل البطوله كان تركيز جدا من الجهاز الفني على الشناوي بشكل اساسي، ومن بعده بشكل متساوي ابو جبل ومحمد صبحي. حتى المباراه الوديه لعبها محمد صبحي. اعتقد ايضا ان فارق الخبرات ربما ابو جبل يبقى هو اللي هيلعب وهو ده اللي شارك في اخر دقيقه، ولكن مع فيتوريا ممكن نشوف اي حاجه ما بين محمد ابو جبل او محمد صبحي. طيب يمكن كان ملحوظ بشكل كبير المشاكل الدفاعيه اللي كانت في المنتخب الوطني في المباريات اللي فاتت، تفتكر ممكن معالجه من وجهه نظرك معالجه المشاكل الدفاعيه دي ازاي؟ وهل فيتوريا ممكن يستعين بياسر ابراهيم الماتش الجاي؟ دي حقيقة متفق معاك فيها. الأزمة إن حجازي راجع بالإصابة طويلة، فكرة البطء شوية بين حجازي وبين المهاجمين السرعة جدا في معظم المنتخبات الأفريقية مخليها في أزمة. محمد عبد المنعم كمان مش في أحسن مستوياته. أعتقد إن اللجوء لحل ياسر إبراهيم على أحد العنصرين دول سواء حجازي أو عبد المنعم ممكن جدا تكون في راس فيتوريا. زي ما قلت لك هو الازمه الاساسيه بالنسبه له هو علاج القصور الدفاعي وعلاج الازمات اللي ظهرت في ال3 مباريات الماضيه من خلل دفاعي موجود في المنتخب المصري. انا بشكل شخصي اعتقد ان ياسر ابراهيم ممكن لو هينزل هينزل على حساب حجاز، ولكن من رؤيتي لعقليه فيتوريا ودماغه وتفكيره صعب انه يغير في قلبيه الدفاع. هو ممكن يعمل تمركز دفاعي مختلف ويسيب حجازي وعبد المنعم زي ما هو. طب كلمنا عن منافس منتخبنا في الدور ال16 ومين الاقرب لينا؟ طيب احنا طبعا عارفين الاول ان مباراتنا خلاص هتبقى يوم الاحد اللي جاي، ولكن هي لسه المنافس لم يتحدث حتى هذه اللحظه. هيكون ثاني المجموعه السادسه. المجموعه السادسه فيها منتخبات المغرب والكونغو وزامبيا وتنزانيا. المباريات بتاعتها هتتحدد كلها وهتتحسم النهارده ان شاء الله. اعتقد الفرصه متاحه لكل المجموعات او لكل المجموعه. المغرب هتكون بتلعب زامبيا وتنزانيا بتلعب الكونغو. المؤشرات بتقول ان الكونغو هي الاقرب. يعني المنطق بيقول ان الكونغو هيفوز على تنزانيا والمغرب هتفوز على زامبيا، وبالتالي فالكونغو هتبقى في المركز الثاني وهنقابلها. فالمؤشرات كلها بتتجه نحو مباراه مصر والكونغو يوم الاحد المقبل. ان شاء الله في حاله تخطي الكونغو، بس احنا مش عايزين نسبق الاحداث شويه، هنكون بنقابل الفايز من غينيا الاستوائيه وغينيا في مباراه دور الثمانيه.